وبالتالي لم يكن العام 2017 أقل ألماً ووجعاً وحزناً بالنسبة لسكان محافظة تعز من سابقيه عام 2015 و 2016، لأنه لم يتغير في الواقع شيء من استمرار تلك الانتهاكات والجرائم على محافظة تعز، فالحصار الخانق ما زال مفروضاً وما زال مستمراً للعام الثالث على التوالي، وكذلك قذائف الموت المرسلة من جماعة الحوثي المسلحة ما زالت تتساقط كل يوم على رؤوس ساكنيها، وكذلك حقول الألغام المحيطة بالمدينة ومنافذ مديرياتها في القرى والطرقات والوديان والسهول ما زالت تحيط بهذه المحافظة من كل الجوانب. كذلك تضرر الأعيان المدنية والمنشآت الحكومية والعامة والخاصة من هذه الحرب. كذلك قصف الطيران للأعيان المدنية يتكرر بين الفينة والأخرى، وما زال كذلك مسلسل الاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري ما زال في توسع وفي انتشار في لأبناء هذه المحافظة خلال هذه الأعوام. ولذلك سلط الضوء من منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة الراصدين المحليين والمركز الإنساني للحقوق والتنمية لأن يصدروا هذا التقرير الذي يرصد الانتهاكات للعام المنصرم 2017، وسوف تسمعون من خلال اطلاعكم على نشر هذا التقرير وإشهاره إلى الملخص التنفيذي بأرقامه وكذلك الجرائم المتنوعة. كذلك بنسمع التوصيات، وسيكون هناك تقريرا مكتوبا سينشر على الحاضرين لقراءته، ونرجو من وسائل الإعلام وكذلك الحقوقيين إيصال الرسالة عن معاناة محافظة تعز لتلك الانتهاكات التي طالت المدنيين وأصبحوا ضحية حرب ما زالت مستمرة على هذه المحافظة استهدافا لأبنائها استهدافا للمدنيين فيها. وننتقل إلى قراءة الملخص التنفيذي ليقرأه عليكم الزميل الأخ محمد الحريبي. الملخص التنفيذي للانتهاكات في تعز لعام 2017، وثق فريق الرصد الميداني 48463 حالة انتهاك تعرض لها المدنيين في تعز، بينها 1031 حالة قتل و 1429 حالة إصابة و 458 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب جسدي و 149 حالة تجنيد أطفال دون سن 18، بالإضافة إلى 738 حالة اعتداء على الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة و 34 حالة نهب ومصادرة للمعونات والمساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى المحافظة المحاصرة لأكثر من 3 أعوام على التوالي. كما سجل فريق الرصد خلال العام 2017 نزوح 27561 نسمة، أي ما يعادل 3178 أسرة من 8 مديريات فقط جراء الحرب الدائرة في تعز والتي دخلت عامها الثالث، بالإضافة إلى 17063 نسمة يمثلون القوام الفعلي ل 2405 أسرة تعرضت للتهجير القسري في 7 مديريات أخرى خلال الفترة ذاته. وتوزع تلك الانتهاكات على 19 مديرية بمحافظة تعز، تصدرتها مديرية جبل حبشي بواقع 17545 انتهاكا، ثم مديرية التعزية بعدد 7216 انتهاك، تليها مديريتي المخا والمعافر بمعدل 5765 حالة انتهاك للأولى و 5613 حالة للثانية. وجاءت مديرية موزع في المرتبة الخامسة بالإجمالي 4275 حالة انتهاك، تليها مديرية الوازعية بمعدل 2934 انتهاكا، ثم مديرية صبر الموادم التي كانت شاهدة على 1131 انتهاكا ارتكبت بحق ساكنيها المدنيين، ثم مديريتي الصلو وحيفان بمعدل 978 انتهاكا في الأولى و 841 انتهاكا في الثانية. مديريات مدينة تعز احتلت مراتب متأخرة، هي العاشرة للمظفر بواقع 500
وعشرة انتهاكا، والمرتبة الحادي عشر للقاهرة بعدد 508 انتهاك، والمرتبة الثالثة عشر لصالة بمعدل 433 حالة انتهاك. يعود السبب في ذلك إلى كون هذه المديريات الثلاث لم تشهد أي مواجهة موجة نزوح أو تهجير قصري للسكان، من شأنه رفع رصيدها من الانتهاكات كما هو حال باقي المحافظات التي تصدرت القائمة، وتوزعت باقي الانتهاكات على باقي المديريات حسب الترتيب التسلسلي المبين في الجدول رقم واحد موجود معكم الجداول، وجميعها إما أنها لا زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي وبالتالي لم يتمكن الفريق من الوصول إليها ورصد التوثيق وكافة الانتهاكات التي شهدتها على أي نشاط حقوقي وإعلامي ومنع مزاولته داخل مناطق سيطرتها ونفوذها كما هو الحال في مديريتي المخاء وباب المندب المغلقتين تماما ليس أمام الحقوقيين بل حتى أمام السلطة المحلية بتعز منذ تحريرهما. وسجلت مديرية المخاء أعلى نسبة قتل في أوساط السكان المدنيين وذلك بواقع 137 قتل، تليها مديرية المظفر غرب مدينة تعز بعدد 135 حالة، ثم مديرية صالة شرق المدينة بمعدل 116 حالة، ثم مديريات موزع غربا والقاهرة والتعزية وسط وشمال المدينة، وذلك بواقع 115 قتل في الأولى و113 قتل في الثانية و108 قتل في الثالثة. كما احتلت مديرية القاهرة والمظفر والتعزية وصالة وصبر الموادم الصدارة من حيث عدد الجرحى الذين سقطوا جراء أعمال القصف والقنص والرصاص التي استهدفت مدنيين خلال فترة التقرير، وذلك بواقع 286 حالة إصابة في الأولى و254 حالة إصابة في الثانية و220 في الثالثة و185 حالة في الرابعة و104 في الخامسة. وإلى ذلك تصدرت التعزية قائمة المديريات الأكثر تعرضاً لعمليات الاختطاف والإخفاء والتعذيب خلال عام 2017، وذلك بإجمالي 128 حالة، تليها مديرية مقبنة بعدد 81 حالة، ثم موزع ب 52 حالة، وكذلك الوازعية ب 42 حالة، ومديرية خدير بواقع 31 حالة. وعلى صعيد تجنيد الأطفال فقد جندت جماعة الحوثي المسلحة عددا من الأطفال دون سن 18، كانت مديرية صالة في المرتبة الأولى بواقع 41 حالة تجنيد، تليها مديرية باب المندب بواقع 35 مجند دون السن القانونية، ثم مديرية التعزية بواقع 19 حالة تجنيد، ثم القاهرة بمعدل 15 طفل تم الزق بهم في النزاع المسلح. وسجل الفريق أعلى نسبة نزوح للسكان جراء الحرب في مديريات المعافر، تليها جبل حبشي ثم المخاء ثم مديرية موزع والوازعية والتعزية، بينما احتلت مديرية جبل حبشي المرتبة الأولى في حركة التهجير القسري الذي شهدته المحافظة خلال 2017، تليها التعزية ثم صبر الموادم. وكما وثق فريق الرصد الحقوقي 529 حالة قتل و 1111 حالة إصابة خارج إطار القانون ارتكبتها جماعات الحوثي وقوات تدين بالولاء للرئيس السابق بحق مدنيين في مختلف مديريات محافظة تعز للعام 2017، بينهم 122 حالة قتل و 331 حالة إصابة ارتكبت بحق الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 أشهر إلى 17 سنة، و 57 حالة قتل و 158 حالة إصابة تعرض لها نساء، بالإضافة إلى 42 قتيلا و 88 مصابا من كبار السن الذي تجاوز أعمارهم 55 عاما. وتحقق الفريق من مقتل 208 مدنيا جراء قصف جماعة الحوثي وحلفائها للأحياء والتجمعات السكنية والشوارع العامة والأسواق الشعبية في محافظة تعز خلال فترة التقرير، بينهم 66 طفلا و28 امرأة و19 مسنا، فيما أصيب 670 آخرين لذات السبب، من بينهم 281 طفلا و94 امرأة و49 مسن. وكما تحقق الفريق من 122 واقعة قتل
76 واقعة إصابة ارتكبها قناصة يتبعون جماعة الحوثي المسلحة بحق مدنيين في محافظة تعز، وكان من بين الضحايا 23 قتيلا و 35 مصابا أطفال وستة قتلى وسبعة جرحى من كبار السن، بالإضافة إلى 15 حالة قتل و 15 إصابة من النساء. وحصدت الأسلحة الفردية والحوادث الأخرى التي استخدمتها جماعة الحوثي في عملياتها القتالية بمحافظة تعز خلال الفترة التقرير أرواح 108 من المدنيين، بينهم 29 طفلا وسبع نساء وعشر مسنين، في حين أصيب 111 آخرين بذات الأسلحة بينهم طفل واحد و16 امرأة. الألغام الفردية والمضادة للدروع التي زرعتها جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق في أحياء وجبال محافظة تعز وطرقها وشوارعها الرئيسية والفرعية، وأودت هي الأخرى بحياة 78 مدنيا بينهم 3 أطفال و6 نساء و4 مسنون، فيما أصيب 115 بعاهات وتشوهات جسدية دائمة، ومن بينهم 9 أطفال و12 امرأة و12 مسنا خلال العام 2017. ووثق الفريق أيضا 8 حالات إعدام خارج إطار القانون و5 حالات اغتيال نفذتها جماعة الحوثي بحق مدنيين في محافظة تعز بينهم طفل وامرأة و3 مسنين. وفي ذات السياق حقق الفريق أيضا في مقتل 323 مدنيا بينهم 129 طفلا و23 امرأة و10 مسنين، وإصابة 136 آخرين بينهم 51 طفل و10 نساء و4 مسنين، وذلك في قصف لطائرات التحالف العربي على أعيان مدنية في محافظة تعز خلال العام 2017. ورصد الفريق مقتل 5 مدنيين بينهم طفلين وإصابة 19 آخرين بينهم 5 أطفال وامرأتين و3 مسنين بأعمال قصف نفذتها قوات تابعة للشرعية والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بالإضافة إلى 3 حالات قتل برصاص قناص وحالتين إعدام خارج إطار القانون، بينما تسببت الأسلحة الفردية والتابعة للجهاداتها بمقتل 20 مدنيا في محافظة تعز بينهم طفل وامرأتين و4 مسنين، وإصابة 46 آخرين بينهم 5 أطفال وامرأة و3 مسنين. وإلى ذلك سجل الفريق مقتل 70 مدنيا بينهم 13 طفل و3 نساء و7 مسنين، وإصابة 116 آخرين بينهم 12 طفل و4 نساء و12 مسن برصاص قناصة ومسلحين مجهولين داخل مدينة تعز وبعض المناطق الريفية، في حين قتل شخصين وأصيب آخر بأعمال قصف مجهولة المصدر. وتحقق الفريق كذلك من 5 حالات إعدام خارج إطار القانون و69 حالة اغتيال تعرض لها مدنيين وعسكريين في محافظة تعز خلال العام 2017 من قبل جهات مجهولة لم تكشف عنها حتى اللحظة. وتنوعت وقائع القتل والإصابة إلى التي وقف عليها فريق الرصد والتوثيق الميداني بمحافظة تعز بحسب عدد الضحايا بين جماعية وفردية، ويقصد بالجماعية هنا ما زاد ضحاياه عن فرد واحد من المدنيين، سواء بسبب أعمال القصف المدفعي أو الغارة الجوية أو انفجار الألغام الأرضية. وقد تحقق الفريق من 190 واقعة قتل وإصابة جماعية، بينها 140 واقعة ارتكبتها جماعة الحوثي وأسفرت عن مقتل وإصابة 687 مدنيا بينهم 221 طفلا و88 امرأة و42 مسنا، بينما ارتكب طيران التحالف العربي 48 واقعة قتل وإصابة جماعية بحق المدنيين في تعز. Houthi group armed forces loyal to the former president violation in Taiz in 2017. The monitoring team also documented 529 killed cases and 1,111 of extrajudicial killed cases committed by Houthi group armed forces loyal to the former president against civilians in different districts of Taiz Governorate in 2017, including 122 killed and 321 cases of injured children aged between 8 months and 17 years, 57 killed cases, 158 injured cases of women, 42 killed and 88 injured of older persons over the age of 55 years.
الحقيقة أن فريق الرصد في منظمة العدالة والإنصاف وكذلك المركز الإنساني للحقوق والتنمية وشبكة الراصدين قاموا ضمن فعاليتهم بتوثيق انتهاكات وجرائم التي تقام على المدنيين في محافظة تعز، وقد تنوعت الانتهاكات بين التهجير والنزوح والقتل والإصابة والقنص وتجريد الأطفال والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وقد رصدت المنظمات بحدود 48400 انتهاك واقع على محافظة تعز ضمن 19 مديرية خلاف المديريات الواقعة تحت ميليشيات الحوثي التي لم تستطع المنظمة ولا فريق الرصد فيها أن يقوم برصد هذه الانتهاكات. وقد تنوعت هذه الانتهاكات في هذه المديريات، وكان مستوى الانتهاكات في مديرية جبل حبشي الأعلى في بنسبة التهجير القسري، وبالنسبة للمعافر كان أعلى المستويات هو النزوح بحدود 27000 انتهاك، بينما التهجير القسري في جبل حبشي كان بحدود 17000 انتهاك. تنوعت أيضا بين القتل والإصابة إلى حدود 1031 انتهاك للقتل، وكذلك 1400 انتهاك للإصابة، وكانت نسبة القتل والإصابة في المدينة أكثر في مديرية المظفر وصالة القاهرة أكثر من غيرها من المديريات. هذه الانتهاكات قامت برصدها المنظمة لتوضيح للعالم مدى الانتهاكات والواقع الذي يقع على محافظة تعز وعلى المدنيين الساكنين فيها. طبعا نفذت اليوم شبكة الراصدين مع شركائها من منظمة المجتمع المدني المؤتمر الصحفي الذي يوضح حالة حقوق الإنسان في محافظة تعز للعام الماضي 2017. أيضا استعرض التقرير كما لاحظنا على عدد من الانتهاكات بشكل متنوع من الانتهاكات التي حدثت في هذه المدينة خلال هذا العام دون أي تحرك مع استمرار الحصار لهذه المدينة أيضا طوال 2017. والتقرير ترك رسائل واضحة للمجتمع الدولي ولمجلس حقوق الإنسان وللجنة الوطنية للتحقيق، كان من أبرزها وما وجهه للجنة الوطنية للتحقيق في التحقيق بالجرائم والانتهاكات التي حدثت في 2017 في محافظة تعز، أيضا إلى الدعوة إلى مجلس حقوق الإنسان بأن يجعل هذه المحافظة ضمن اهتماماته. وأيضا كما لاحظنا أن معظم يعني بلغت الانتهاكات إلى 48000 حالة انتهاك في هذه المحافظة، وهذا يستوجب على مجلس حقوق الإنسان أن يجعل هذه المحافظة من ضمن أولوياته في الاجتماع القادم. أيضا وجه التقرير رسائل إلى جامعة الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن إلى اتخاذ مواقف واضحة مع من يقومون بارتكاب هذه الانتهاكات خلال العام 2017.